هذه موضوعها هو فرض جواز التلقيح على المحامو. جواز التلقيح راه ماشي مشكل في جواز التلقيح، هذا تجاوز له ما بعده، وحنا حتى حنا راه الوقفه ديالتنا لها ما بعدها. راه ملي كنوقفوا اليوم ماشي ضد ما غنسمي حتى واحد، ماشي ضد شي حد، ماشي ضد جواز التلقيح، ضد التجاوزات الغير الدستوريه الغير مشروعه اللي كتمس حق من حقوق المواطن. ملي كيتمس حق الدفاع تتمس انا كمهني، كيتمس المواطن الدرجه الاولى، وحنا داك المواطن كنعيا ونراري به باش يبقى في الصف معنا، لان حنا مواجهين على الصعيد الدولي مواجهين بزاف ديال الحوايج بغات تعرقل لنا التنميه ديالنا. فإلا كان المغرب مشى واحد وراء جلاله الملك في واحد البعد معين، فما يجيش واحد بقرار متهور بقرار متسرع بقرار غير مؤسس غير دستوري يعرقل هذا. اليوم ضاع لي انا نهار، انا كنعتبرها ضاع لي نهار من الحياه المهنيه ديالتي، شكون غادي يعوضوا ليها؟ ضاع المواطنه اللي كنوب عليها انا، اللي عيني عليها السيد النقيب كمساعد القضاء، عيني في اطار المساعده القضائيه اللي جايه بالاحشاء ديالها محلوله، تعدى عليها الزوج ديالها كاينه محاوله قتل، جايه باش تبلغ المحكمه ونأزر انا ونوب عليها باش نبلغ المحكمه المعاناه ديالها وشنو اللي كانت غتوصل ليه. فها هي كتمنع لان هي ما يمكنلهاش دير التلقيح، تمنعت ما تدخلش، تمنعت انا ما ندخلش، فكنظن ان هذا عبث. احنا الناس كتجري باش تربح الوقت، كيخدموا بالليل وبالنهار، احنا نهار يمشي لنا يوم مهني يمشي لنا عادي، تمشي لنا شهر عادي. فكنتمنى انهم هاد الناس اللي خدوا القرار ولا اللي ما باغينش يتراجعوا على القرار يجلسوا مع المسؤولين ديالنا. عندنا نقيب حكيم، عندنا نقباء في المستوى، عندنا اعراف، عندنا واحد الرصيد، فيستغلوا فيما هو ايجابي ويخليونا ندبوا المرحله بهذا المصطلح كنقول، لان الناس راه على شفا حفره. فإذا كان مرجان محلول، كانت أسيمة محلولة، حمام محلول، جميع غير طرام الصباح مدكوك، هاد كورونا ما غاتجي عند المحامين والمحكمة ولا هذا، فما ناخذوا شي حاجة خاوية ونعمروا بها هذا الشعبوي، ما عندنا ما نديروا بها، خصنا نكونوا شوية نتحملوا مسؤوليتنا كاملين، فما نجيوش نلقيو على العاتق، وحنا ما تحت الوصاية ديال حتى شي حد. احنا ماشي تحت الوصاية ديال تشعد، حتى حد ما يكلفنا باش نقولوا للموكلين ولا نقولوا للناس. احنا كنقوموا بالدور ديالنا المهني والدور الوطني ديالنا في جميع المحطات، في جميع المحطات تلقى المحامي هو الاول. فالمحامي لا صبر الكورونا عامين ويعاني الامرين مده عامين ويعاون ويعاني الويلات بدون مساهمه من شي حد، التكافل ديالنا بالتعاضد ديالنا وبالصبر ديالنا وهذا، فكنظن انه بهذا سميتو راه واقيلا هذيك القشه التي ستقسم ظهر البعير هي هذه. استاذ عادل نظيف محامي بهيئه الدار البيضاء، الوقفه هذه موضوعها هو فرض جواز التلقيح على المحامو، وهذا الفرض جاء في اطار غير قانوني، حيث لا يمكن ان نحصروا يعني الدفاع باي وسيله من الوسائل. حق الدفاع حق دستوري وحق شرعي، ما يمكنش لنا اننا نربطوه باي جواز او اي منع، لذلك كاين اليوم هذه الوقفه ومقاطعه لجميع الجلسات على جميع مستوى المحاكم بهدف الغاء هذا الفرض الجواز. هذا تلقيح كيبقى اختياري ولا يمكن، ما يمكنش نرهنوا به حق من حقوق الدفاع، وما يمكنش اي شرط يكون يتفرض على ان على ولوج المحامي للمحكمه، لهذا كاين هذا الوقف اليوم. كيما شفنا نتوما كيما خرج المواطن نتوما خرجوا، واش شفنا داكما اللي خرجت غتحاول تقوي ترجع المواطن بعد ما احنا الوقفه في اطار منع المحامي الولوج الى المحكمه، لان حق الدفاع حق دستوري وحق مقدس، ما يمكنش يتشرط باي شرط من الشروط، لهذا كاينه هذه الوقفه وهذه المقاطعه من طرف هيئه المحامين بالدار البيضاء. اليوم برحاب محكمه استئناف بالدار البيضاء اجتمع المحامين على اول ساعات من هذا اليوم، والذي فوجئنا فيه بعده امور استفزت صفتنا كمحامين، واستفزت بدلتنا، واستفزت كينونتنا. دورية ولاتية صدرت عن السلطة القضائية ورئاسة نيابة وزارة العدل، تلزم وتجبر الجناح العدالة على إلزامية إدلاء بجواز التلقيح في باب المحكمة. لم نتوقع أن يكون اليوم الباب مغلقا في وجهنا كدفاع، لسنا هنا ندافع عن مصالحنا، وإنما ندافع عن مصالح المرتفقين، ندافع عن المواطنين والمواطنات المغاربة، ندافع عن من لهم ملفات جنايات وملفات جنح وأناس معتقلين مصيرهم اليوم تم تأخيره لأجل لم يحدد بعد.
مصير العدالة على المحك، ولهذا وقف اليوم المحامون داخل هذه المحكمة وأصروا على دخول رحاب هذه المحكمة وسجلوا امتعاضهم بشعارات نأمل أن تكون قد وصلت إلى أذان صاغية ممن سطروا هذه الدورية في محاولة أو في تشاور للتراجع عنها. فنحن كمحامين لا يمكن أن نرضى ولا نرضخ ولا ننبطح لأن نمنع من حقنا في الدفاع عن متقاضينا وعن موكلينا عن مصالحهم الخاصة. هؤلاء مغاربة وهؤلاء يشكلون هذا الشعب المغربي وهذا المرفق العمومي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إغلاقه في وجه من لجأوا إليه ومن هم متابعين طبقا للقانون ووفق الدستور ووفق الحقوق ووفق جميع المواثيق الدولية. للمحامي الحق الأكيد والدستوري والحقوقي والمهني والأخلاقي في أن يدافع عن مصالح الناس. دافعنا اليوم عن حقنا في وروج هذه المحكمة ليس فقط عن حقنا كمحامين وإنما ضمانا لمصلحة المواطنين والمواطنات المغاربة داخل هذا البلد. حضر نقيب محامي هيئة الدار البيضاء داخل محكمة استئناف وفي قوله بأن هناك مشاورات الآن حول هذه الوضعية ونأمل أن يتم فعلا التراجع عنها حتى يبقى هذا المرفق العمومي خاصا للشعب المغربي ولا يمكن بأي حال أن يتم تعطيله بأي وجه كان.